احكي لي احكي لي بالضبط شو صار معك، من وين جيت انتم؟ من شمال قطاع غزه. من وقت ايش متى طلعتوا؟ طلعنا من الساعه 10. شو اللي شفتوا في الشارع؟ شفتوا في الشارع دبابات وجثث وسيارات محروقه. نظير انتهاء اصوات القصف التي لم تهدأ خلال ساعات النهار، ثم ساعدنا خلو المدينه من حركه التنقل الاعتياديه على مغادرتها بسرعه. إذن بعد فترة من الاحتماء بسبب القذائف والقصف والصواريخ، نغادر الآن هذه المدينة المنهكة حقيقة بسبب القصف كما تشاهدون. محمود الزيبق، الجزيرة، مارتوني. طبعا احنا استشفنا الفيلم الأول من غزة، الله يكون بعونهم، نزوح، بس الفيديو الموجود على جهة هو الثاني، هو نفس اللي صار بغزة صار بأرتساخ أو كرباخ الاسم. الآن من المدينة هجوم قوات أذرية على منطقة آمنة محتلة وأخذوها بالقوة بحجة أنه عائديتها وهي الشغلات ونفس لها، بس ولا واحد جاب طاري الأرمن، ولا واحد. أنا مو أرمني، بس هاي القضية ما حد جابها، ولا تيك توك ولا الأخبار العالمية، ولا أحد اهتم، ولا أحد وعد بتسليح، ولا واحد وقف وياه. لا وقفوا ويا الأذريين بصفتهم الدينية. حقيقة أنا ضد قتل أي شخص أو الاعتداء أو أي واحد باني بيت يجي شخص يخليه على الصفر ويمشيها المشي مثل ما صار في أهل الموصل. واحد يتذكر التاريخ. بس اكو ناس مسموح لها واكو ناس غير مسموح لها، اكو ناس ما نذكرها لاسباب داخليه عقائديه. اسف جاني تليفون شغل، بس نرجع نقول 125 الف شخص تهجر من ارتساخ وقصف وتكتلوا، وكلهم تهجروا بصورة عامة إلى أماكن هم ما يملكون بها أي بيت وأي شيء. صار لهم آلاف السنين عايشين هناك، أخذت حتى كنائسهم وأخذوا بيوتهم وطلعوا مثل ما طلعوا أهلنا بغزة. بس خلنا نعيش مع بعض بسلام، خلوا الأفكار تروح، خلوا محبة الله محبة، فخلوا الله هو اللي يأخذ قرارات القلب، مو الغريزة الشيطانية الموجودة بداخل الإنسان اللي بس حرب ودمار. دمرت الأرض كليتها، مع العلم كلها سهلة. أتقبل الآخر على ما هو عليه، وممكن أعيش مع الآخر بما هو يملك وأنا أملك ونكون جيران. كانت هاي موجودة زمان. تحياتي.